السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم في وصفة اليوم. اليوم ان شاء الله راح اعمل لكم وصفة خرافية، طعم بجنن، اللي هي وصفة قارب الايس كريم بالموز المشوي بالفرن. طبعا الموز لما نشويه بالفرن بتكرمل، بصير طعمه مثل الكراميل، ولما نضع الايس كريم، يعني تخيلوا المزيج بين الايس كريم وطعم الموز اللي بيكون على شكل كراميل. وصفة اليوم جدا 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 سهلة، وبتحضروها ب10 دقائق فقط، ومكوناتها بسيطة جدا، وكثير كثير مفيدة في حالة اجى عندكم ضيوف بالصيف على غفلة وبدون موعد. فخلنا نشوف مع بعض كيف بنجهز هاي الوصفة السهلة. بسم الله. طبعا مثل ما حكيت لكم في البداية، وصفة اليوم جدا جدا سهلة وسريعة ولذيذة في نفس الوقت، وممكن تحضروها في وقت قياسي، خصوصا إذا أجا عندكم ضيوف على البيت على غفلة. طبعا لتحضير وصفة اليوم راح نحتاج لصحن التقديم، راح نحتاج لموز، طبعا الموز حسب عدد أفراد اللي راح نجهز لهم هاي الوصفة. راح نحتاج لصوص للتزيين، صوص الكراميل أو الفراولة، اليوم راح أستخدم سيرم الفراولة. وراح نحتاج لآيس كريم الفانيلا، طبعا وممكن نستخدم المكسرات برضو للتزيين. هلا اول خطوه عندي راح نعملها في وصفه اليوم، راح نشعل الفرن ونخليه يسخن شوي، بعدين راح نضع الموز جوا على درجه حراره 190 سلسيوس لمده 8 دقائق. راح نضع هاي الموزه او الى ان يصير عندي لون قشره الموز اسود او بني غامق، بعد هيك راح نطلع الموز من الفرن ونضعه بالصحن. طبعا هذا هو عندي شكل الموزه بعد ما تحمرت بالفرن، عم بتنزل شوية سوائل منها، لأنه الموز لما نشويه بالفرن بيتكرمل، بيصير من جوا مثل الكراميل. فهلأ اللي رح نعمله، رح نفتح بالسكين هاي الطريقة، وهون رح نحط الايس كريم تبعنا اللي هو بنكهة الفانيلا. نضع الصوص، طبعا انا راح اختار هون صوص الفراولة، راح نرش شوية فستق حلبي. طبعا مثل ما حكيت لكم انه هاي الاشياء اختيارية، وشوية جوز هند. بهيك بيكون عندي قارب الايس كريم بالموز المشوي بالفرن جاهز للتقديم. ان شاء الله يا رب وصفه اليوم تكون سهله وبسيطه وتحبوها وتجربوها، وتحكوا لي رايكم فيها بالتعليقات، ولا تنسوا تضغطوا زر السبسكرايب والاشتراك بقناتي لحتى توصلكم كل الفيديوهات الجديده، ولا تنسوا تعطوني لايك على الفيديو لحتى تشجعوني وتدعموني اقدم لكم وصفات اكثر، والى اللقاء في فيديو اخر.